هذا سائل يقول: ما رأيكم في كثرة من يضحك ويمزح كثيرا مع أصحابه؟ كيف يتم نصحه؟ وما حكم النكتة في الإسلام؟ المزح القليل واللي ما فيه يعني معصية لا بأس به، لكن المزح الكثير أو الضحك الكثير هذا منهي عنه، لأنه يغفل القلب، هذا يغفل القلب، فيقلل من المزح ويقلل من الضحك، ولا يستعمل هذا إلا بقلة يخفف من هذه الأمور، هذا هو الواجب عليه. نعم.